حياكم الله يا جماعة الخير. كثير يسأل كيف أعرف العود الطبيعي؟ أو كيف أقدر أشتريه؟ كيف أقدر أميزه عن العود الصناعي والمحسن وغيره؟ للعود الطبيعي عدة ميزات، أهمها أنه جميع كسره تكون مختلفة، يعني كل كسرة تكون مختلفة عن الكسرة الأخرى. شايفين هذه الكسرة كيف؟ مختلفة عن هذه الكسرة، وبالتالي شايفين هذا النوع أيضا كسرة مختلفة، وهذا ما في كسرة متشابهة مع الكسرة الأخرى. يندر إنك تحصل كسرة نفس الكسرة الأخرى في العود الطبيعي، لكن في العود الصناعي جميع الكسر نفس بعض. هذه الميزة الأولى اللي حبيت أنوه عليها. الميزة الثانية إنه الوزن، يعني ما راح الوزن جدا خفيف بالنسبة للعود المحسن الصناعي. ليش؟ لأنه الثانيين يحطوا عليه مادة الريسين ويحطوا عليه إضافات، فتخلي الوزن جدا ثقيل. فإذا يعني قطعة مثل هذه لو وزنها جدا خفيف، مثل هذه وزنها خفيف، إذا مثلا نفترض أنه هذه وزنها ثقيل، راح تكون جدا جدا غالية إذا كانت عود طبيعي. إذا كانت رخيصة وقال لك أنه عود طبيعي، هذا معناها أنه ما يقول لك الصراحة، معناها أنه في غش، فانتبهوا يا جماعة. من الميزات الثانية والمهمة، وهي ثالث ميزة معنا، الرائحة. رائحة العود مع كثرة استخدام العود الطبيعي والعود الصناعي راح تفرق جدا، لأنه رائحة العود الصناعي جدا متشابهة، لأنه هم يحطون نفس المادة وإضافات مختلفة، فتحصل تشابه كبير جدا في الرائحة. أيضا الميزة الرابعة اللي حبيت أنوه عليها، أنه الدهن. يا جماعة الدهن فين يكون؟ الدهن يكون في هذه العروق السوداء. هذه العروق السوداء هي اللي توضح انه هذا العود طبيعي. اذا في عروق في دهن. كل ما كثرت هذه العروق، كل ما قلنا ان العود هذا اغلى واجود وزاد الزبد والدهن فيه. ايضا الميزة الاخرى، انه هذه ميزة جدا مهمة، انه دحين انا كسرت هذه من اول، شايفين كيف لونها من الداخل نفس الخارج، اللون ما اختلف ابدا، تمام؟ اللون من الداخل هو نفسه بالخارج. أما الصناعي والمحسن يكون اللون من الداخل مختلف تماما عن الخارج، لأنه مصبوغ يكون. أيضا حبيت أنوه على ميزة أخرى، وهي رائحة العود. رائحة العود الطبيعي تكون جدا مغايرة ومختلفة ومميزة عن العود الصناعي، لأن العود الصناعي والمحسن يكون أغلب الرائحة فيه متشابهة. أيضا هناك ميزة أخرى العود الطبيعي، وهو لون البخور. لون البخور ما يكون أسود، يكون بني، بعدين يتحول إلى الأسود بعد الاحتراق. أما الصناعي تجد أنه اللون على طول مباشرة أسود، لأنه ما هو بخشب طبيعي. هذه معلومات أو من المعلومات المهمة لمعرفة كيف تقدر تعرف أنه هذا العود طبيعي أو لا. سلامتكم.